لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي وعداك؟ ما تنساوش انكم تخليو لختكم رجوه بزاف بزاف ديال العرايك اللي توحشتوني. انا توحشتكم بزاف 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 وغابره عليكم. انا غادي نقول لكم علاش غابره. فريمون كنهضر معكم راه ليا في عينيا باين لي انني مازمه. عافاكم حاجه واحده اللي بغيت نقول عليكم، انكم دعاو معايا وتخليو لي هكا تعليق زوين وتخليو لي كومونت ميساج زوين، حقاش كنفرح 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 بزاف بزاف. سورتو انا يا زعما ما عمرني ما طلعت هكا وبقيت كنقول لكم انا مازمه ولا مكتئبه، ولكن اليوم مع انني كنشارك معكم كلشي بغيت نشارك معكم هادشي اللي وقع ليا، وكي تكون واحد ستوري تايم، حيت صراحه انا ستوري تايم. ما بغيت منكم حتى شي حاجه، بغيت منكم غير الدعاء تقول لي ارجو الله يسهل عليك والله يعوضك خير ان شاء الله. فيلا نبداو الفيديو، ما غادي نطول عليكم، غير نقول لكم السبب علاش غبرت، حيت بزاف ديال التعاليق وبزاف ديال الميساج كيجيوني. يلا نبداو الفيديو البنات، ونعاود لكم القصه ديالي. انا عارفكم غادي تحسوا بيا. واش كتعرفوا ملي كتضربوا تمار تمار على واحد الحاجه وكتكونوا كتسناو في الاخر المقابل راه داكشي اللي طرا ليا؟ نعاود لكم القصه ديالي باختصار، ولا يوتيوب تقول لي حتى هي راه ديجا وقعت ليا. البنات انايا فحالي فحال الناس وصل الخلاص ديالي، سي اليوتيوب راه عارفني انني الحمد لله كنتخلص. ديما كنقول لكم واخا ماشي شي حاجه ولكن الحمد لله الحمد لله. انا علاش باغا نستمر في يوتيوب؟ حقاش كنبغيكم نتوما. ما جات على الصالير، جيت ندي على الصالير اللي كيوصل بالك شايف وبالروينه، راه تقول لي رجوا باز لك باغا مكمله. ولكن انا درت يوتيوب النهار الاول حيتاش الناس بغاوني، حيتاش انا كنت كنبغي. ايوا لا لا، مني من الناس مشيت دازت الفلوس ميساج في الوقت، انا ما وصلنيش الميساج ديال ادسنس، وصلني حتى للغد. بقيت نقول ناري هادو مالهم ما صيفطوش ليا ميساج، هادو مالهم ما صيفطوش ليا ميساج. صافي وصلني حتى للغد، وصلني الميساج وقال لي فوالا راه المهم ما ديوش عليا، راه غيبان لكم عينيا حمرين عينيا زرقين هكايا، يا حقاش ما كنتش كنعس ما كنتش كناكل. تأزمت ديال بصح، يعني هادشي اللي طرا ليا راه والله العظيم واخا ما تكوني ما كتنينيش وغادي تفرجي فيا وغتكوني ما كتحملينيش غادي نبقى فيه. كنمشي مني من الناس صافي، قلت ماشي مشكل بلا ما نتيري اليوم بلا ما نتيري غدا حتى لبعد غدا ونمشي. تخيلوا معايا البنات، تمشي تنخشي تمشي تنخشي الكارت كيشه ديالي تلقى مندي هذيك فلوس اللي مكتوبه عندي انها غادي تدوز ليا ما كايناش. تخيلوا معايا ايماجينيو معايا ما كايناش. ملي كندخل كنقلب في الادسنس كنلقى الادسنس يعني حاطه هذيك الفلوس، بحال حاط لي واحد الصالير. تخيلوا داير ليا كلشي ومخلي لي واحد الصالير اللي شنو غادي يخلص؟ شنو غيخلص لك البوطه؟ غيخلص لك يعطي لوالديك؟ راه تخيلوا معايا شهر كامل وانا يعني الخوصه كامله مشات، وخلاو لي غير واحد جوج دريال، خلاو لي واحد الفلوس اللي ما استاهلهاش. حيت فريمون شهر كامل وانا كنخدم كنحط لي فيديو نخرج كنصور لكم لي فلوغ كنعطيكم من قلبي، كياخذ لي تصور الوقت انك كتصوري في الزنقه تخافي على التليفون. راه التصوير ماشي ساهل، راه يوتيوب ماشي ساهل. كاينين بعض الناس اللي غايجيو يقولوا واتا هذاك يوتيوب تاخذوها بارده، لا اختي غادي نعطيك الكاميرا ونصور ونشوف واش تقدي لها انتقادات، غير انتقادات المعيور. هذيك خلصه خص الانسان يتخلص عليها بوحدي. تعاد نجيو انك كتصوري في الزنقه، عاد الماكله تتبرد عاد تاكليها، عاد الروتين تكوني كتصوري كدير لك النهار كامل، عاد المهم انت تبغي تصوري لوك بوك ترول لك الدنيا، كتبغي تصوري هذا انستغرام تمشي تغامري في راسك كتقلبي فين تصوري، اولا جاتك شي انبوكسين الدنيا كترون خاصك تستعملي جميع داكشي. يعني راه حتى هي خدمه يوتيوب، حتى هي خدمه، غير المعيور راه هو خدمه خاصك تخلصي عليها، لان بنادم كيجي وكيجرحك شحال من واحد انتحر بسبب الانتقاد. تخيلوا معايا تمشي لكيشي كنخشي لاكارت، تخيلوا معايا ما كنلقاش فلوسي. تخيل مع مرات اليوتيوب واخا تهضري معاه ما غاديش يرجع لك فلوسك، ما عنده ما يقول لك وما عنده باش يجاوبك، يقول لك يعني الادسنس حنا ما عندنا حتى شي حاجه. شنو غادي نقول اصلا؟ واخا تهضري معاه وانا صيفط لهم وداكشي وما جاوب، ما عطاكش داك الجواب المقنع. تخيلوا معايا البنات كنخشي الكيشي تلقى تمارتي مشات ما كايناش، عرفتو بقيت كنترعد. صافي جاتني الدوخه كنت غنطيح، عرفتو بقيت كنترعد. زعما ماشي انا يا زعما ما عمرني ما شت الفلوس الحمد لله، قالوا واش كانوا عقراء الله ما ندير الفضايع والشوا والروتينات الماسخر، ولكن انا قالوا ولكن باش تكوني بحال شي خدمه خدامه في بنكه استاذه خدامه في كام اي خدمه كتكوني ضربتي على تمر في الاخر كتسنى يعني في امان الله وحفظي، يعني ما عندك حتى شكل انك غتمشي وغادي تلقاي الفليسه ديالك في امان الله. تخيلوا معايا ما كنلقاش نلقى داك الصالير اللي راه شنقول لكم راه ماشي ديالي، يعني ماشي ديال ديك تمر اللي خدامت. بقيت كنبكي مشيت للطوموبيل عيطت مسكينه لواحد صاحبتي واش رايت، واحد صاحب جا مساكن واساوني قالوا لي راه اليوتيوب بعض المرات كيدير هكا راه ما كيعطيك حتى شي عذر. تخيلوا بقيت كنبكي حسيت بواحد الشمته بواحد الشمته. تخيلوا جايه دايخه صايب غدا الحمد لله، يعني البنكي غير حدا الدار كتزيدو غير شويه، راكم عارفين حنا في الدوار ما عندناش البنكي يعني كتزيدي غير شويه، عندنا واحد دوبل فوا صافي دوبل فوا كتلقاي البنكه. تخيلوا بالصدمه دخلت كنقول لها عافاك شحال دازت عافاك شحال دازت لي، كتقول لي راه شحال وشحال
غير كنضحك. تخيلوا جيت مصدومه ما كليتش ما جيتنيش عن ما قلت لماما والو ما قلت لخواتاتي والو اختي سام مسكينه ما قلت لها والو اختي فاطمه الكبيره ما قلت شي حاجه جيتنيش عن البيت هذه راه الوساده والله علاش شحال بكيت عليها بقيت نبكي تنتخيل تنقول علاش انا درويشه كتجي فيا علاش زعما انا ما بغاش ندير بها شي حاجه خايبه ما كنمشيش نزندق بها وندور وما شنو ونخسر في الخوال الخاويه يعني راه باغي نفرح هي والديا وكيجي بنادم كيديها لك بارده وشكون يوتيوب يعني كاع كانت شي خدمه تدخلي تهضري مع المدير تقولوا له غلطتي يعني ندور وما شنو ونخسر في الخوال الخاويه يعني راه باغي نفرح هي والديا وكيجي بنادم كيديها لك بارده. المهم البنات كنتمنى انكم تكونوا كتسمعوني مزيان كنهضر بشويه حقاش دير الله سياس ودير شي بابا وداكشي مابغيتش نقول لماما راكم عارفه القلب ديال الام ضروري غيدير على خاطرها وغنبقى فيها والله الا ملي صافي صافت الخبر قالت لي والله الا زعما ما كنبغيش تسمع بحال هكا راني خاطر انا قلت لها ما كنتش نهضر ماكش غادي نقولها لك اصلا بقات دير الهضره بيني وبين سامسام مسكينه اختي بقيت فيها خواتاتي تيبردوا عليا تيقولوا لي لقات الباس ما تعرفي تكون داك يعني غير الصحه ديالك بقات مزيان ما تعرفي تكون دوك الفلوس غادي الله يستر شي حاجه هادي وانا هاد الهضره هادي كاع ما كتسمعها ديك الساعه انا صافي في العالم ديالي انا كنشوف غير رزقي مشى الخدمه ديالي تماتي مشات وما شديتهاش بحال داك الشهر داز من العمر ديالي صافي بقاو هكا تيهضروا انا صافي راه النهار كامل وانا صافي الضو انا كنبكي تقرا القران وكنبكي تنقول يا ربي زعما طرفي هكا يا ربي سمعي اقمعني عيطت فيهم اصطبين تتقي تقولي علاش كنبكي تتقي تقولي كيما قلت لكم تتقي تقولي علاش انا من دون الناس علاش يطرني هكا والله فخيم وبقيت تنقول انا ضرني هكا علاش انا من دون الناس علاش انا مبقوليش في نساتي يعني انا مغاديش نمشي ندير بها شي حاجه خايبه راني غادي غير نفرح والديا كتبغي هكا تقداي تجيبي البوطات دوري مع ماما تشري شي حاجه بيجيما ولا اي حاجه بقى فيا الحال يعني واخا نعاود لكم يعني دابا حالتي عاينه عطيتكم الخبار زادكين ما كليت ما نعست بغيت نخمم علاش حسيت بالشمته صافي البنات بردت جاو صافي لنغد تنصلي الحمد لله واحد الحاجه نقولها لكم صليو راه ربي اذا في الاخر كتقولي ربي اذا احب ابدا يعني ابتلاء المهم ما قلتهاش صحه ولكن المهم كيبتليك ربي باش كيشوف واش ربي باش كيبتليك كيكون توحشك توحش تقرب منه توحش تدعيه توحش المهم واخا زعما كيما قلت لكم انا الحمد لله كنصلي صلاتي ولا داكشي ولكن تيبغيك تزيد تقرب منه اكثر واكثر صل القران صافي تنوض عاوتاني وتنبدا نقول لك علاش انا علاش ربي هكا علاش لا ولكن صافي البنات في الاخر اقتنعت اشنو قلت شتي انا ربي راه كيبغيني فريمون مرات ديال البنات لا صافي صافي كنبقى على الدست وكنقول نرجع نشوف ماما مسكينه بحال دابا تعمر البوطه ولا هادي صافي تربي الحمد لله كيجيب لي شي رزيق وكنخدم الحمد لله باش نقول لكم دابا والله الا كنهضر معكم زعما كيسمعوني كيضروني مرت شي بعد اليومين يلا صافي ناويه غادي نمشي غادي نخرج فليزات غنمشي نتعمر البوطه هادي غادي نجي نصور لكم هكا فيديو عندي بزاف ديال الافكار وداكشي ماشي مشكل نوض على الشيطان صافي لبست هكا جابادور درت شويه ديال لاكرو صافي مشيت مع خواتاتي المرجان دانا منصور مشينا فوجدنا صورت هكايا وشكرا بزاف للبنوتات اللي سولوا لي انا حاجه واحده البنات بغيت نقولها لكم عفاكم غير بردوني في لي كومونتير قولي يا رجوع ان شاء الله يعاودك خير ان شاء الله راه كيتسناك شي بزاف ان شاء الله كتسناك الحاجه الوحيده هي البنات انني زعما بهاد المحنه اللي دازت المهم يبان لكم صوتي باش تدي ما بغيتش نزيد نبكي هاد المحنه هذه اللي جربتها فاش يطرى لكم شي محنه كما بغات تكون سواء الله يستر موت او اي حاجه ديما التجؤوا لله الله يحفظ لكم والديكم وعز عليكم ديما التجؤوا لله ديما التجؤوا القران ديما التجؤوا الله يا ربي امني يا ربي فرج عليا يا ربي امني راه بالصلاه راه ما حتى شي حاجه ما غادي تفوج عليك راه لا الناس لا والو راه الصلاه هي اللي غتفرج عليك شويه ديال الضيق اللي عندي البنات دقيو معايا وخليو لي غير كلمه طيبه شكرا بزاف انا طلعت بهاد لا فيديو هذا يعني ما بغيتش نأزمكم معايا بالعكس صافي ابتسموا وضحكوا قولوا يا رجوه صافي ان شاء الله ربي غادي يعوضك خير بغيتي باو صافي هادشي اللي كاين عفاكم البنات الا كتعرفوا شي هذا شي كاينه هكايا ديال الحلاقه متى تحس بهم غيبداوني وعيني كيضروني غير الله يحفظو صافي وراسي بعدا ما نقول لكم راكم عارفه مع الشقيقه مشي ولا كيما ولا ما نعرف المهم راسي ضرني غير الله يحفظ عرفتوا بدايه المرض ملي كيبداكم الله يحفظ غنشرب دابا دولامين عفاكم اللي عندكم شي كاينه ولا شي حاجه والبنات عفاكم سولوا ليا واش كاين قولوا ليا واش كاين شي باج ولا كاين هو ديال برا واحد الكينه كانت سميتها اوكي ديال الراس تخيلوا معايا قسما بالله كتشربيها عندك ربع ساعه الا فتيها خنيشات هما كيولي راسك زوين
صراحة من الله نشريها بالثمن، لأن ما تنسوش أنكم تخليوا لختكم بزاف ديال لايك باش نعرف راه الفيديو شفتوه وأنكم زعما تفاعلتوا معايا وأنكم أنني زعما بقيت فيكم. صافي، فما تنسوش هادشي كامل اللي قلت لكم، ما قلت لكم شي دواء زوين للحلاق، تنحس بالحلاق مات عيني كيضروني. المهم البنات شكيت عليكم بزاف بزاف، ولكن ان شاء الله من هنا لقدام كاين غالي فيديو زوين عندي، عرمت الافكار وعرمت ديال الفيديو باغي نصورهم. دابا صافي الحمد لله تفشيت، ماشي مشكل، شكرا بزاف كاع باش اللي سولوا فيا، حماق عليكم، باي باي.